نروح لسؤال تاني، وهل يتفاوض ألميريا مع لاعبين بالدوري المصري؟ المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني نفى دخول ناديه في مفاوضات لضم لاعبين من الدوري المصري، وأكد إن ده أمر غير مطروح في الوقت الحالي. ده أكيد لكل اللاعبين اللي كان ممكن يكون في فكرة إن بتواجد المستشار في مصر ممكن تكون في فرصة إن هو يكون في لاعبين حط عينيهم عليه وحطت عينه عليهم وحابب يضمهم إلى الدوري الإسباني حتى لو في فريق درجة تانية، أكيد هتكون خطوة، ولكن هذا الأمر منفي وبشكل رسمي.